عناوين الأخبار. تراجع أسعار الشقق والمنازل خلال الثلاثية الثالثة من 2018. فهمي شعبان يؤكد دعمه لإجراءات الحد من التعامل نقدا حماية للاقتصاد الوطني. مصاعد تفتقر للسلامة وشبهات فساد تحوم حول الصفقات العمومية. جلسة متابعة لتسريع نسق إنجاز مشروع حدائق تونس منوبة. نشاط البناء سيتقلص ابتداء من 2019. إمضاء اتفاقية بين الهيئة التونسية للاستثمار ونظيرتها في كوريا الجنوبية. تراجع نسق أسناد القروض لفائدة الأسر بنسبة 48% في 2018. وزارة السياحة تعمل على بلوغ 1 مليون سائح فرنسي في 2019. افتتاح معرض العقار سكن إكسبو بجهة الرباط بالمغرب. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. تراجعت أسعار الشقق والمنازل في تونس بنسبة 5.2% خلال الثلاثية الثالثة من 2018 مقارنة بالثلاثية الثانية من العام ذاته. في المقابل زادت أسعار الأراضي المعدة للبناء بمقدار 1.4%. ووفق المعهد الوطني للأحصاء، فقد انخفض مؤشر أسعار العقارات في نهاية سبتمبر 2018 بنسبة 1.4% مقارنة بجوان 2018. وفسر المعهد الوطني للأحصاء هذه العوامل بانخفاض حجم المعاملات بشكل رئيسي على مستوى الشقق ب 21.6% والمنازل ب 8.1% والأراضي المعدة للبناء بنسبة 6.3%. قال رئيس الغرفة النقابية للعقاريين فهمي شعبان أنه يدعم الإجراءات المنصوصة في قانون المالية 2019 التي تحد من التعامل نقدا، وذلك لما ستساهم في حماية الاقتصاد الوطني وفق تعبيره. مضيفا، نحن ندعم ما ورد في قانون المالية 2019 للحد من التعامل نقدا بالرغم من أنه سيقلص نسبيا من عدد مبيعات العقارات. وتجدر الإشارة إلى أنه بداية من جانفي 2019 سيصبح من غير الممكن اقتناء عقار أو سيارة بمبلغ يفوق 10,000 دينار من خلال الدفع نقدا، وسيتم رفض تسجيل العقود من طرف البلديات والإقباضات المالية في صورة عدم الاستظهار بما يثبت الدفع البنكي أو البريدي. قال نوفل الغزي ممثل عن الغرفة النقابية لمقاولات المصاعد في تصريح إعلامي أن حوادث توقف المصاعد وتعطلها قد تكررت بعدد من الفضاءات العمومية خاصة في بعض المستشفيات، مشيرا إلى أن المصاعد في 90% من المستشفيات أصبحت تشكل خطرا على سلامة مستخدميها على غرار ما حدث بمستشفيات جندوبة، صفاقس وسهلول بسوسة. وتحدث الغزي عن وجود شبهات فساد في إسناد الصفقات العمومية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه الصفقات تستأثر بها شركتان مختصتان في هذا المجال تتوليان جلب منتجات تفتقر إلى الشروط الفنية المطلوبة حسب تعبيره. وأضاف أن الغرفة تدخلت وقامت بإشعار وزارة التجارة التي تعتبر الجهة المخولة لإيقاف المخالفين وتعليق رخصة التوريد. في إطار متابعة مشاريع الوكالة العقارية للسكنة، انعقدت جلسة عمل يوم الأربعاء الفارط بمقر ولاية منوبة تحت إشراف والي الجهة وبحضور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة. وقد خصصت الجلسة لمتابعة مشروع حدائق تونس منوبة، خاصة فيما يتعلق بالتسريع فانطلاق أشغال الربط بالشبكات الخارجية للمياه وتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات. وتلت الجلسة زيارة ميدانية إلى مكان المشروع لمتابعة تقدم الأشغال واستحثاث نسق الإنجاز. وللتذكير، فإن مشروع حدائق تونس منوبة هو مشروع عمراني وسكني متكامل تتوفر به جميع المرافق من سكن لفائدة 58,000 شخص وتجهيزات عمومية جماعية ومساحات مخصصة للطرقات ومناطق خضراء.
قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباحثين العقاريين فهمي شعبان أنه في خضم ارتفاع أسعار الموارد الأولية للبناء والمساكن تقلصت نسبة ربح الباحثين العقاريين، خاصة مع عدم وجود ضمانات لاستقرار الدينار، مما جعل العديد من الباحثين العقاريين يقلصون من إمكانية بعث مشاريع جديدة في سنة 2019. تم يوم الأربعاء المنقضي إمضاء اتفاقية مشتركة للاستثمار بين الهيئة التونسية للاستثمار ونظيرتها الكورية الجنوبية لدفع الاستثمار بين البلدين. وأكد رئيس الهيئة خليل عبيدي خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال التونسيين والكوريين بإشراف رئيس الحكومة والوزير الأول الكوري الجنوبي في العاصمة، أكد أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع تبادل الاستثمار بين البلدين، لافتة النظر إلى أن حجمها يعد ضعيفا جدا ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية بين تونس وكوريا الجنوبية وفق تعبيره. تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48% حتى موفى سبتمبر 2018، وذلك تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي، وفق قراءة تحليلية للمعهد الوطني للاستهلاك للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري للاستهلاك. وقد عرفت قائمة القروض الموجهة لشراء سيارة خلال 9 أشهر أولى من سنة 2018 تراجعاً بنسبة 4% مقابل زيادة في القروض الاستهلاكية قصيرة المدى بنسبة 6.9% و4.6% في القروض الموجهة لشراء مسكن و2% في تلك الموجهة لتحسين مسكن، رغم أن هذا النوع الأخير من القروض وعبر الممارسة يتم تحويل وجهته إلى الاستهلاك الأسري العادي نظراً لسهولة الحصول عليها. أكد وزير السياحة رونيت ترابلسي أثر لقائه بباريس بمتعهدي الرحلات الفرنسيين ومتعهدي الرحلات التونسيين بفرنسا، أكد ضرورة عودة السوق الفرنسية كأول حريف لتونس، مشيرا إلى أنه مع نهاية السنة الحالية بلغ عدد السياح الفرنسيين 800,000 سائح. وأضاف ترابلسي أنه يتم العمل خلال سنة 2019 على زيادة عدد السياح الفرنسيين ليصل إلى 1,000,000 سائح، خصوصا مع تحسن الوضع الأمني بالبلاد. جرى الأسبوع الماضي بفضاء باب المريسة بسلا بالمغرب افتتاح معرض العقار سكن إكسبو في دورته الخامسة، ويبرز المعرض وضعية السوق وصيغة التمويل وعروض البرامج الجديدة من قبل ممثلين عن المؤسسات وماليين وقانونيين يكرسون حضورهم سنويا من أجل مواكبة وتقديم الاستشارات وتوفير مجمل المعلومات المتصلة بالعقار. كما يعرف المعرض مشاركة أكثر من 50 عارضا من مختلف الميادين، من بينها تلك المتعلقة بالعقار والبناء والأشغال العمومية والتهيئة والهندسة والتأثيث والديكار، بالإضافة إلى القرية المؤسساتية والتقليدية التي تستقبل المعرض منذ بدايته. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.